الكل نائم وعينها ساهرة، وجودها حياة، حياة لكل من في البيت. تروح وتجيء وتبذل من نفسها في صمت ونكران ذات نكاد لا نحس بوجودها إلا حين نفتقدها. فإلى هذا القلب المليء حنانا وحبا، إلى الأم اعترافا بفضلها وتضحيتها في سبيل إسعادنا، إلى كل أم نهدي قصتنا هذه. يا رب اديم علينا نعمتك، اخلي لي ولادي ولا تسيئني فيهم، ويفتحها في وشك يا ابو عبد الله بحق جاه النبي يا رب. يلا يلا فوق بقى بلاش ده، يلا عشان خاطر ماما. يلا حبيبي يلا. هلا الزيادة يا ماما ما يجيش بالدلع. عبد الله اخوك يا عبد الله. يلا ماما. طب انا هعرف اربي لكم الواد ده. طب بس الله يهديكم، معلش حقكم عليا. انا هعلمك كيف تخرجي، انت تعلمني يا ولادي. ما خدت حقكم، انت حاطط اصبر على حاطط ايه ده؟ ايه الدوشه دي؟ كل يوم كده تصحوني من النجمة، والله ما سكت يا ولدي انت وهو، لو ما كسر دماغي. عاجبكوا كده؟ اهو بابا صح على ضحكه. كله منك ده يا عبد الله. طبعا انا اللي غلطان وولادك التانيين معاهم الحق. اخس عليك يا عبد الله، ليه تقول الكلام ده؟ كلكم ولادي يا ابني، معزتكوا عندي واحد. ماما سامحيني ساعة. حاضر. ماما مش لاقي الجزمة. قلعتها فين؟ هنا طبعا. طب دور معايا. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي فرد. ودي الفرده الثانيه قدام عينيك اهي. يلا اشرب. يلا يا مختار خلصنا من تليفوناتك يا اخي. انا جاي حالا. يا ماما مفيش سعيدة يا بابا. متأسف يا بابا ما خدتش بالي. سعيدة بابا. مع السلامة. خلي بالك وانت بتعدي. خافش ابنك مفتح. ايه. وانت يا حبيبتي اوعى تعملي زي امبارح، ايدك في ايد اخوكي لما يوصلك لغاية باب المدرسة. حاضر يا ماما. من حق المصروف يا بابا. الفلوس عندك على البوريه. شكر يا بابا. هتزودونا بقى. ما تبقاش طماع. يلا حاسبوا وانتوا بتعدوا. انتوا من على الرصيف. صباحك يا ست ام كوثر.
مش بياخدوا قلوبنا معاهم الكتاكيت دول؟ ربنا يحميهم ويجعل لهم في كل خطوه سلامه. امين يا رب. عقبال ما تشوفي كوثر عروسه قدامك في حياتك يا اختي تعيشي وتفرحي بسعاد. يسمع منك ربنا. عن اذنك بقى اما اخش افطر لفندي. وبعدين مع اولادك دول كل يوم غاروا على الصبح. يخيموا كل الاولاد كده، ربنا ما يتكت لهم حس ويخليك ليهم. بس شاي بارد اما هو سخنهولي. يا ستي ما تتعبيش نفسك، مش ولادك شربوه سخن يبقى خلاص؟ الله، ليه يا ابراهيم؟ وانا ليا بركه غيرك وغيرهم؟ من الحق على فكره، هي شركه عملت لك ايه في حكايه الترقيه؟ ادوها لواحد تاني يا ستي، متعين بعد مني بسبع سنين واصغر مني بعشره. ده انت راجل مؤمن بالله يا ابو عبد الله، كل شيء باوان. طيب طيب. انت مش هتاخد الاولاد علشان تكتيهم على العيد الكبير؟ شوف يا اخويا انا بقول لها ايه وهي بتقول ايه. الله، ايه اللي بقول ايه؟ انت مش هتكسيهم على العيد زي عوايد؟ هي الاعياد بتسابق بعض. ده انا متهيألي ان العيد الصغير كان اول امبارح، واديني لسه بسدد في ديونه. ده العمر بيجري، تبقى الاعياد مش هتجري. ما تقوليش ليه ان الفلوس بتجري اسرع منهم؟ اهو ربنا برضه بيرزق. وانا على يدك السنه دي ما جبتش لروحي المنديل والبدله اللي حيلتي. ايوه، لكن دول اطفال، ما يصحش نخليهم يحسوا بتقل. انا فاهم يا امينه، ان كنت ام انا كمان اب، وشعوري لاولادي ما يقلش عن شعورك. احنا هنحتار ليه؟ خد دول بيعوا. خواهشك. كله فضل خير، والنبي ما تقطع لهم عادة أبدا، دي فرحتهم بالدنيا. يا ترى ما يكبروا هيفتكروا حنانك وتضحياتك. يا أخي، وإحنا هنعود منهم إيه غير إنهم يكبروا ويتهنوا؟ يا بختهم بأمهم. يا بختي أنا بأمي.